شارع الكل بيطاري، لا نتكلم البطالة وفق مخططات النظام، ولكن طموحنا هو الإدماج المباشر والفوري لكل وأسر لكل حامل الشهادات. فكفانا من المزايدات، فكفانا من المزايدات على الجمعية الوطنية لحملات شهادة المعطلين، فكفانا من تشرطم الحركات الإحتجاجية التي تنفر وبحق وبإصرار على وعيها وتشبثها بمصلبها العادي. فلماذا نتعلم ونحرق الكثير من دمائنا إن لم نشتغل وفق شروط سليمة؟ هنا السؤال المطروح. نعم، في هذا الإطار نطمح إلى إعادة هيكلة البنية الاقتصادية لهذه البلاد. فلا يمكن أن نتكلم على ما يسمى اقتصاد، فلا يمكن أن نتكلم على امتصاص هذه الدائرة ديال البطالة إلا بوجود بنية اقتصادية حقيقية في المغرب. هذا سؤال مطروح على مسؤولي هذه المدينة. ما هو دور الحي الصناعي من رقي بهذه المدينة؟
معصومة. سلمية لا حجرة لا جنوية. سلمية 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 سلمية إلى كل مليون 20 مرس إلى كل فيها مليون 20 مرس نجحنا ونجحت مع من الإطارات الشباب. هاد المعركة خصنا نبقاو محتفظين عليها، خصنا نبقاو أن التظاهرات المقبلة والمسيرات اللي جاية أننا نكونوا في مستوى عالي جدا، وأن نعبر على أن هاد المدينة وأبنائها وبناتها هم في المستوى، هم في طالعة النضال، لأن هاد المدينة هي مدينة المقاومة منذ الاستعمار منذ الاستقلال، هي مدينة المقاومة. وتحية نضالية وسلام سعيدكم. نضالية جماهير الشعبية، تحية نضالية جماهير السياسية، وتحية صاحبي رشاد. الوقفة قد انتهت، صاحبو رشاد، رشاد صاحبو، الوقفة قد انتهت.